السلام عليكم السنة أولى، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم عبير عبد الصادق، فرقة خمسة. إن شاء الله هنتكلم على إن شاء الله يعني هنراجع المحاضرة، أول محاضرة في الشابتر الموليكولار بيولوجي بتاعة تركيب الدي إن إيه. ما ننساش ندعي لزمايلنا. عرفنا تكوين المحاضرة بتاعتنا، قلنا هنتكلم على النيوكلوبروتينز، النيوكليك أسيد والنيوكليتيدا والدي إن إيه ستراكشر والدي إن إيه أورجانيزيشن. أول حاجة اتكلمنا عليها هي النيوكلوبروتينز، وقلنا إن النيوكلوبروتينز ديت عبارة عن حاجتين، بتتكون من النيوكليك أسيد وبتتكون من بروتين، سواء البروتين ده كان هيستون او بروتامين، كان هيستون او بروتامين. وعرفنا ان النيوكلوبروتين دي بتبقى موجوده في كل عند قول في كل الحيوانات يعني، وفي كل الانسجه النباتيه، سواء طالما موجود يعني فيها نيوكلاي وفيها بروتوبلازم، طالما فيها نواه وفيها غشاء خلوي، يبقى هنا النيوكلوبروتينز دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليك اسيد زي البروتين. اللي يهمنا بقى دلوقتي هي ايه هي النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد دوت اللي هو الحمض النووي، الاحماض النوويه، اللي هو الار ان اي والدي ان اي، اللي هو فيه سكر خماسي وفيه سكر خماسي منقوص الاكسجين، الرايبونيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي، والدي اوكسي رايبونيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي. وعرفنا ان النيوكلوبروتينز ديت لما بنبدا نكسرها او يحصل لها دايجيشن يعني، وتتهضم فين؟ في السمول انتستين. عن طريق مين؟ عن طريق البيبسين والتريبسين. يبقى انا لما جبت نيوكلوبروتين وجبت لها بيبسين وتريبسين، كسروها هتديني نيوكليك اسيد، هتديني ايه؟ بروتين بار. طيب النيوكليك اسيد دوت هو عباره عن ايه؟ النيوكليك اسيد دوت عباره عن اللي هو الحمض النووي. طب النيوكليك اسيد دوت بيبقى الوحده البنائيه بتاعته ايه؟ هي النيوكليتيدا. فبيقول لي ان النيوكليك اسيد ده عباره عن ايه؟ بولي نيوكليوتيد، عباره عن نيوكليتيدات كتيره ماسكه في بعضها. طيب عرفنا هنا، ادي ده كده اللي هو النيوكليتيدا. النيوكليتيدا قلنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من سكر خماسي، بتتكون من مجموعه فوسفات، وبتتكون من نيتروجينس بيس او مجموعه نيتروجينيه. عرفنا ان مجموعه الفوسفات بتمسك في السكر الخماسي باستر بوند. عشان ايه؟ عشان مجموعه الفوسفات بتيجي بتطلع هي والسكر الخماسي، يطلعوا لي H2O. طالما طلعوا لي ميه يبقى كده هما مسكوا في بعض بايه؟ بفوسفو استر بوند. بايه؟ بفوسفو استر بوند. تمام. عرفنا برضو، قال لي معلومة ثانية، قال لي ان لو السكر الخماسي ماسك في المجموعة النيتروجينية بس، لو السكر الخماسي ماسك في المجموعة النيتروجينية بس من غير مجموعة الفوسفات، من غير مجموعة الفوسفات، يعني هنشيل مجموعة الفوسفات دي، هو الجزء ده بس، هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها نيوكلوسايد. لما النيوكلوسايد ديت اللي هي عبارة عن سكر خماسي ومجموعة نيتروجينية، اجي ادخلها بقى مجموعة الفوسفات، نعمل لها فوسفوريليشن، هتديني ايه؟ النيوكلوتيد، النيوكلوتيد اللي احنا عارفينه. طيب هنا برضو الكلام اللي انا قلته، النيوكليك اسيد بيقول لي ان هي هيدروليزد، يعني بتتكسر وتديني في اخر باي اسيدز اور باي يوزف الانزيم، وتديني نمبر اف ال ايه اوف النيوكليوتايد. يبقى هنا النيوكليك اسيد لما تتكسر تديني النيوكليوتايد اللي هي الوحده البنائيه بتاعتها. وان النيوكليوتايد دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوسايد وفوسفوريك اسيد مولكيول، عباره عن نيوكليوسايد اللي هو النيتروجينس بيز او المجموعه النيتروجينيه والسكر الخماسي والفوسفوريك اسيد مولكيول. وقال لي ان لما اعمل بقى هيدروليسيس للنيوكليوسايد دي هتديني ايه؟ هتديني النيتروجينس بيز، وهتديني كمان البنتوز شوجر. وعرفنا ان البنتوز بتاع النيوكليك اسيد ممكن يبقى ريبوز او دي اوكسي ريبوز. تمام. بعد كده عرفنا اللي هو البيرميدين بيز والبيورين بيز. عرفنا ان البيرميدين دي عباره عن حلقه سداسيه. عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه سداسيه. ادي هنا عندي ان، وادي هنا ان. طيب الترقيم بتاعها قال لي بنرقم ازاي؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، اربعه، خمسه، ستة. بنرقم مع عقارب الساعة، بنقول عليها كاونتر وايز. طب مين هما البيرميدين بيزز دول؟ قال لي هما مين؟ هما السيامين والسيتوزين واليوراسيل. السيامين والسيتوزين واليوراسيل. طيب قال لي ان الان رقم واحد ديت قال لي بيبقى ماسك فيها اتش. تمام. وهنعرف ليه بقى، ليه بعدين. يبقى هنا الاتش ماسكة فين؟ في الان رقم واحد، في البيرميدين بيز. طيب البيورين، قال لي ان البيورين ديت هي اصلا حلقة تسعية. ليه بقى؟ عبارة عن حلقة سداسية ماسك فيها اروماتيك رينج اللي هي حلقة بنزين. تمام. ادي الحلقة السداسية. تمام. وادي حلقة البنزين اللي ماسكة فيها. طيب نرقم، ادي عندي ان، وادي عندي ان. هنبدأ الترقيم من عند الان دي. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. ادي هنا ان تسعة. الان تسعة دي هي اللي ماسك فيها ايه؟ الاتش. يبقى احنا هناك قلنا ان الاتش ماسكة فين؟ ماسكة في الان واحد. اما الان تسعة، اما في البيورين الاتش ماسكة فين؟ ماسكة في الان تسعة. طب مين هما البيورين بيزز؟ اللي هما الادينين والجوانين. الادينين والجوانين. تمام. زي ما موجود في الصورة قدامنا، ادي ديت الحلقة السداسية بتاعة البيرميدين. ادي الان واحد، الان واحد ماسكة فين؟ ماسكة في البنتوز، ماسكة في البنتوز شوجر. يبقى هنا السكر الخماسي مسكت فيه القاعدة النيتروجينية في ذرة الكربون رقم واحد بتاعته عند الان واحد بتاعتها. اما في البيورين مسكت فين؟ عند الان تسعة. مسكت عند الان تسعة. تمام.
بعد كده بيقول لي بقى النيوكليوسايد، بيقول لي ان طبعا احنا عارفين النيوكليوسايد عباره عن ايه، عباره عن بنتوس شوجر وعباره عن قاعده نيتروجينيه. فبيقول لي ان هي عباره عن ايه، فورمه باي كونكتنج السي واحد، السي واحد بتاعه السكر فين، في الان واحد في في البيريميدين او في الان تسعة فين في البيورين. بعد كده عرفنا ان النيوكليوتيدز دي عباره عن ايه، عباره عن فوسفوليتد نيوكليوسايد. بتتكون من ايه، بتتكون من ان احنا بنكون استر بوند بين الفوسفات وبين السكر، فبيكون لي فوسفو استر بوند، استرفيكيشن اوف الفوسفوريك اسيد لفين، في الاو اتش بتاعه ذره الكربون رقم 5. يبقى مجموعه الفوسفات ماسكة في ذرة الكربون رقم 5 في السكر الخماسي. تمام. بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي ان المونونيوكليوتيدز ار نيوكليوسايدز سنجلي فوسفوليتد. يعني ايه، يعني المونونيوكليوتيد، كلمه مونونيوكليوتيد دي اقولها امتى، لما يكون عندي مجموعه فوسفات واحده بقول مونونيوكليوتيد. زي ايه بقى، زي الاي ام بي اللي هو ادينوزين مونوفوسفات، ادينوزين مونوفوسفات، يعني في عندي مجموعه فوسفات واحده. طب لو عندي مجموعتين هقول داي فوسفات، لو عندي ثلاثه هقول تراي فوسفات. يبقى عندي ادينين وعندي ريبوز وعندي فوسفات. تمام. بعد كده الجدول دوت قال لي بقى ايه، هنطبق على اللي هي لو في مجموعه فوسفات واحده او اكتر. فعندي البيز بتاعتي اللي هي مين، اللي هي الادينين. طيب دخلت عليها السكر يبقى اسمها ادينوزين، دخلت عليها مجموعه الفوسفات تبقى اسمها ادينوزين مونوفوسفات او ادينيليك اسيد. طيب عندي الجوانين، الجوانين دخل عليها مجموعه السكر هيبقى اسمها جوانوزين، الجوانوزين ادخل عليها الفوسفات تبقى اسمها جوانوزين مونوفوسفات او الجوانيليك اسيد. ونفس النظام على كل الباقيين. بعد كده ايه بقى اهميه النيوكليوتيدا، قال ان النيوكليوتيدا ليها 5 اهميات. اول حاجه ان هي بتستخدم، ان هي بتخزن الطاقه، ما احنا لسه قايلين ان هي ماسك فيها مجموعه فوسفات. طيب لو ماسك فيها 3 مجموعات فوسفات زي اللي هي تبقى اسمها ادينوزين تراي فوسفات، اللي هي مين، اللي هي الاي تي بي. كل ما اكسر رابطه من الروابط الفوسفاتيه دي هتديني طاقه، فعشان كده ان هي بنقول ان هي ايه، ان هي انرجي ستورز، بتخزن الطاقه. ثاني حاجه ان هي بتستخدم ككوانزيمز، كوانزيمز ديت اللي عباره عن ايه، لو انا عندي متفاعلات وعايزه وهطلع نواتج هنا، وفي عندي انزيم بيحفز التفاعل ده، ايه اللي حفز لي الانزيم دوت او ايه اللي نشط لي الانزيم، حاجه اسمها النات. فالنات دوت هو اللي هي اسمها ايه، الكو انزيمز. النات دوت بيبقى فيه نيوكليوتيدا، فالنيوكليوتيدا دي بتستخدم كايه، ككو انزيمز اللي هو النات. ثالث حاجه السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي اللي هم بيساعدوني في عمل الهرمونات او في تنشيط الهرمونات. بعد كده ثالث حاجه الالستوريك موديفيكيشن. الالستوريك موديفيكيشن ازاي، قال لي لو انا عندي متفاعلات وهطلع نواتج، لو انا الناتج اللي انا هطلعه ده في عندي منه كميه كبيره، فانا اكيد مش هبقى عايزه اخلي التفاعل دوت يشتغل، فهوقف المتفاعلات. طيب مين اللي بيوقف لي المتفاعلات ديت، هي الالستريك موديفيكيشن، ان هي بتوقف التفاعل ده. اخر حاجه بقى ان هي بتبقى شايله المعلومات الوراثيه، جينيتك انفورميشن. احنا اول حاجه ان هي بتخزن الطاقه، انرجي ستورز، بعد كده كو انزيمز، بعد كده سايكليك ام بي بتساعد الهرمونات، الالستريك موديفيكيشن، وجينيتك انفورميشن بتشيل المعلومات الوراثيه. بعد كده ايه بقى تركيب النيوكليك اسيد استراكشر، تركيب النيوكليك اسيد. احنا قلنا ان النيوكليك اسيد دي عباره عن ايه، بولي نيوكليوتيد، كذا نيوكليوتيده ماسكه في بعضها. طيب لو انا عندي نيوكليوتيده زي دي كده، تمام، وماسك فيها مجموعه فوسفات عند ذره الكربون رقم 5، عشان امسكها في النيوكليوتيده اللي بعدها اعمل ايه، هاجي عند مجموعه الفوسفات دهيت واخليها تمسك فين، في ذره الكربون رقم 3 في النيوكليوتيده اللي بعدها، في السكر اللي بتاع النيوكليوتيده اللي بعدها. تمام، يبقى انا كده همسك النيوكليوتيده دي في النيوكليوتيده اللي بعدها. وبرده نفس النظام بالنسبه للنيوكليوتيده دي، هخليها، هخلي ذره مجموعه الفوسفات بتاعتها تمسك في ذره الكربون رقم 3 في السكر اللي بعدها، وهكذا لحد اخر النيوكليوتيدا. مش هيبقى في حاجه هتمسك فيها، فهتبقى مجموعه الفوسفات هتبقى فري، ودوت كده هيبقى الطرف بتاعها هنسميه ايه، هنسميه 5 داش. اما بالنسبه للطرف الثاني هيبقى اسمه 3 داش، عشان خاطر ان السكر دوت مش هيبقى ماسك فيه حاجه، فهتبقى مجموعه الهيدروكسيل بتاعته هتبقى فري. فبيقول لي ان البولي نيوكليوتيد استراكشر اوف النيوكليك اسيد از اوبتيند باي، بنعمل ايه، استرفيكيشن اوف الفايف فوسفات اوف اتش نيوكليوتيد، مع مين، مع الاو اتش جروب بتاعه ذره الكربون رقم 3 بتاعه البنتو سوجر. تمام، يبقى احنا مسكنا الفوسفات، مسكنا الفوسفات اللي موجوده في ذره الكربون رقم 5 في الاو اتش جروب بتاع ذره الكربون رقم 3 في النيوكليوتيدا اللي بعدها او في البنتوس شوجر اللي بعدها. وبقى عندي طرفين، بقى عندي طرف 5 داش وعندي طرف 3 داش. ال 5 داش ده اللي فيه الفري 5 فوسفات جروب، وال 3 اللي هو عنده 3 فري هيدروكسيل جروب. ده كده تركيب النيوكليك اسيد. بعد كده نتكلم على الدي ان ايه استراكشر. قال لي الدي ان ايه دوت، قال لي ان هو الاغلبيه منه او المعظم منه موجود في النيوكلس في النواه، وكميه صغيره موجوده فين، في الميتوكوندريا، وان هو بيبقى موجود في شكل جينات شايله المعلومات الوراثيه بتاعتنا، وان هو بيبقى فيري لونج، وبيبقى بيبقى يعني بيبقى طويل جدا حوالي 1 متر،
بيبقى عباره عن مين نيوكليوتيد، نيوكليوتيدات كتيره ماسكه في بعضها بالاي بالفوسفوداي استر بون. طيب احنا انا عايزه اقول لكم ليه قلنا الفوسفوداي ليه قلنا ان هي داي استر، ان هما اتنين يعني، عشان انا عندي اللي هي مجموعه الفوسفات، مجموعه الفوسفات ماسكه في ذره الكربون رقم 5 في النيوكليوتيد بتاعتها باستر بون، وماسكه في ذره الكربون في النيوكليوتيد اللي بعدها باستر بون، يبقى انا كده بقى عندي داي استر بون، يبقى انا كده عندي فوسفوداي استر بون. تمام. بعد كده عرفنا ان كل النيوكليوتيد في الدي ان ايه بتتكون من ثلاث عناصر. ايه هما؟ بتتكون من سكر خماسي، بتتكون من شوجر اللي هو البنتوز، وبيبقى دي اوكسي ريبوز منقوص الاكسجين عشان ده دي ان اي، وتتكون من بيز مجموعه نيتروجينيه ادينين وجوانين وسيتوزين وسيمين، وتتكون من مجموعه فوسفات. وان الشوجر ده ذا شوجر از لينكد تو بيز، لو السكر والبيز بس ماسكين في بعض اسمها نيوكليوسايد، لما ندخل لهم فوسفوريليشن تبقى اسمها ايه؟ اسمها نيوكليوتايد. تمام. بعد كده هنتكلم بقى على تركيب الدي ان ايه. طيب انا لو قلت لاي حد ارسم الدي ان ايه يرسمه لي بالشكل ده اللي هو الشكل الحلزوني. طيب يبقى احنا كده بيقول لي بقى ان احنا في عندنا عالمين اسمهم واتسون وكريك، قالوا لي ان الدي ان ايه ده عباره عن تو ستراندز او تو تشينز. تمام. هما ملفوفين على بعض شكل في انتي بارلل مانر. تمام. احنا عرفنا عندي ان النيوكليوتيدات بتمسك في بعضها بالشكل ده، ان مجموعه الفوسفات بتمسك في ذره الكربون رقم 3. تمام. فتفضل النيوكليوتيدات تمسك في بعضها لحد ما يبقى عندي الطرف اللي فوق دوت مجموعه الفوسفات هتبقى 3، فهندي له رقم 5، هندي له 5 داش، والطرف اللي تحت هتبقى مجموعه الهيدروكسيل هتبقى 3، فهندي له 3 داش. اما بالنسبه للستراند اللي قصاده فهيبقى واخد العكس، هيبقى اسمها انتي بارلل مانر، هتبقى هنا 3 وادي هنا 5، فده كده اسمه ايه؟ اسمه انتي بارلل مانر. وبالنسبه للتو ستراندز بيمسكوا في بعض ازاي؟ قال لي ان المجموعات النيتروجينس بيز بتبقى ماسكه في بعضها بروابط هيدروجينيه، فده كده اللي بيخلي المركب عندي يبقى ثابت ومستقر، فمفيش اي حاجه تكسره. بعد كده قال لي ان بيبقى في عندي تو باك بونز، تو باك بونز في الـ في 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 الـ في التو ستراندز او في التشينز دول. في عندي باك بون اللي هو بيبقى عباره عن مجموعه الفوسفات اللي بتبقى ماسكه في بعضها، ودي بتبقى لمت بره فبتبقى اسمها هيدروفيليك، يعني اللي هي محبه للماء. اما الباك بون الداخلي اللي هو بيبقى بتاع القواعد النيتروجينيه بتبقى اسمها هيدروفوبيك عشان هي مش محبه للماء. تمام. بعد كده بقى ده الكلام اللي احنا قلناه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان واتسون وكريك قالوا ان الدي ان عباره عن تو ستراندز اللي هو ايه؟ اللي هو الدبل هيليكس. وعرفنا ان هو انتي بارلل مانر ليه؟ عشان خاطر اللي هي الخمسه داش قصادها مين؟ قصادها في الستراند اللي قصادها اللي هو ايه؟ الثلاثه داش. وقلنا بيقول لي ان اشهر تايب للدي ان ايه هو الايه؟ هو الرايت هاند تويستد، يعني ان هم بيبقوا ملفوفين لمه اليمين اللي هو الرايت هاند تويستد. تمام. وعرفنا اللي هو الهيدروفيليك، وعرفنا اللي هو الايه؟ الهيدروفوبي. وقال لي في الاخر بيبقى واخد شكل الايه؟ توستد ليدر اللي هو السلم الحلزوني. بعد كده عرفنا البيز بيرنج رول. ايه بقى البيز بيرنج رول ده؟ قال لي ان القواعد النيتروجينيه لما بتيجي تمسك في بعضها كل قاعده بتمسك في القاعده المكمله ليها، يعني الادينين بتمسك في مين؟ بتمسك في الادينين بتمسك في السيامين، والسيتوزين بتمسك في مين؟ بتمسك في الجوانين. قال لي ان الادينين بتمسك في السيامين المكمله ليها بربطه هيدروجينيه ثنائيه، اما السيتوزين بتمسك في الجوانين المكمله ليها بربطه هيدروجينيه ثلاثيه. فده الكلام بتاع البيز بيرنج رول، بان البيزز بتاعت وان ستراند ار بيرد وذ ذا بيزز اوف ذا سكند ستراند، ان هي بتمسك او بتعمل زوج مع مع القواعد بتاعت الستراند الثاني، زي الادينين از اولوز بيرد وذ السيامين مع السيامين، اما السيتوزين مع الجوانين. كمان بيقول لي زير فور وان بولي نيوكليوتيد تشين اوف ذا ان ايه دبل هيليكس از اولويز كومبلمنتري اوف ذا اذر، كومبلمنتري يعني بتبقى ماسكه في المكمله ليها. وبعدين قال لي ان البيز بيرز ار هيلد توجذر بايه؟ بروابط هيدروجينيه، اتش بوندز، تو هيدروجين بوندز بتوين الاي اند التي، وثري هيدروجين بوندز بتوين الجي اند السي. طيب الروابط الهيدروجينيه والهيدروفوبيك انتر اكشنز اللي هم عاملينه للقواعد النيتروجينيه عاملاه دوت بيعمل لي ايه؟ قال لي بيستابلايز ذا ستراكشر بتاع الدبل هيليكس، بيثبت وبيخلي الاستراكشر بتاع الدي ان ايه مستقر، استابلايز يعني مستقر. بعد كده قال لي ان كل لفه في الدبل هيليكس بتبقى فيها 10 ازواج من القواعد النيتروجينيه، وان الهيليكس الديامتر بتاع الهيليكس حوالي 2 نانومتر، فعشان اعمل لفه كامله اخد ال10 قواعد نيتروجينيه دول هيبقى محتاج كام؟ 3.4 نانومتر. بعد كده بيقول لي ان احنا في عندنا ميجور جروف، في عندنا ماينور جروف. الميجور في يعني في الدبل هيليكس دوت لما بيبقى ملفوف بيبقى فيه جروف كبير وفيه جروف صغير، ودوت بيبقى ناتج بسبب الاسيمتري بتاعه البيز بيرز. الاسيمتري ديت اللي هو
اسيمتري يعني مش زي بعضها، يعني احنا هنلاقي ان الادينين ماسكه في الثيامين برابطتين هيدروجينيتين، اما السيتوزين والجوانين ماسكين بثلاثه، فده كده اللي بيخلي فيه اسيمتري. بصوا هنشوف هنا كده، ده كده هنلاقي الجروف ده شكله كبير شويه عن الجروف ده، فده كده الميجور جروف، وده ده الميجور جروف، وده الماينور جروف. بعد كده بقى نتكلم على الاورجانيزيشن بتاع الدي ان ايه. طيب احنا عارفين ان كل خليه في ليها الدي ان ايه بتاعها، يعني كل خليه فيها نواه وكل نواه فيها الدي ان ايه بتاعها. طيب واحنا عارفين ان الدي ان ايه بتاعنا بيبقى موجود في شكل كروموسومات. طيب الدي ان ايه اللي احنا خدناه دلوقتي ده الدي ان ايه طويل جدا، واحنا عندنا خلايا قد ايه في الجسم، فلازم نعمل له اورجانيزيشن ازاي، ان احنا بنضغطه وبنلفه حوالين بعضه لحد ما يبقى حجمه صغير جدا يتناسب مع حجم الخليه. تمام. طيب اول حاجه احنا بنعملها بنجيب بروتين عندنا اسمه ايه، اسمه الهيستون بروتين، اللي هو الاخضر ده اسمه ايه، اسمه الهيستون بروتين. الهيستون بروتين ده فيه منه 5 انواع، الاتش 1 والاتش 2 اي والاتش 2 بي والاتش 3 والاتش 4، دولت ال5 انواع بتوع الهيستون. تمام. بيبدا الدي ان ايه يتلف حواليه، تمام، ويكون لي الشكل ده بنسميه الدي ان اي كور، وبيكون لي الشكل ده بنسميه اللينكر دي ان اي. تمام. طيب اللي هو الهيستون اللي جوه ده اسمه إيه؟ اللي هم مين بقى اللي بيبقوا جوه؟ اللي دولت بيبقوا الاتش 2 اي الاتش 2 بي والاتش 3 والاتش 4، اما اللي بره دوت اللي هو اللينكر بيبقى فيه ايه، الاتش 1 بس. تمام. طيب لما يتلف الدي ان اي حوالين الهيستون بيكون لي حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها نيوكلوسوم. نيوكلوسوم يبقى دي اول خطوه في ان انا اعمل اورجانيزيشن للدي ان اي، ان انا بكون مين النيوكلوسوم. النيوكلوسوم دي بكونها من ايه، من الهيستون ملفوف حواليه الدي ان ايه. نيجي نشوف الرسمه الثانيه، ادي كان عندي دي ان ايه، دي ان ايه طويله هو مش حواليه حاجه، ابدا اجيب له الهيستون والفه حوالين بعضه فيكون لي حاجه اسمها نيوكلوسوم. تبدا النيوكلوسوم دي تتجمع مع بعضها، نيوكلوسوم ونيوكلوسوم ونيوكلوسوم، يكونون لي حاجه اسمها ايه، يكونون لي نيوكلوسومز كتير لحد ما تديني 30 نانو متر فايبرز من النيوكلوسومز دي. ادي الجزء ده كده كون لي ايه، 30 نانو متر فايبرز من الايه، من النيوكلوسومز دي. تبدا ان 30 نانو متر فايبر دي تبدا تتلف حوالين بعضها برضو حوالي 10000 مره لحد ما تديني حاجه اسمها التويستد لوب، لحد ما تديني حاجه اسمها التويستد لوب. انا كان عندي دي ان ايه طويل، جبت له هيستون وخليته كون لي حاجه اسمها النيوكلوسوم، النيوكلوسوم اتجمعت مع بعضها وكونت لي فايبرز 30 نانو متر من الفايبرز، 30 نانو متر من الفايبرز ديت تتلفت حوالي 10000 مره حوالين بعضها لحد ما ادت لي التويستد لوب. التويستد لوب ديت هيبدا انها تمسك في سكافولد بروتين تكون لي حاجه اسمها الكويل، الشكل ده اسمه الكويل. الكويل دي تتجمع مع بعضها وتكون لي الكروماتيد في الاخر اللي احنا عارفينه، والكروماتيد دي اتنين كروماتيد دي كونوا لي مين، الكروموسوم. نيجي بقى نشوف الكلام دوت، قال لي ان الدي ان ايه اورجانيزيشن دي ان ايه 1 متر تو لونج، يعني طويل جدا، ان هو يتناسب مع الخليه اللي هي حوالي 5.8 مايكرون، يعني 6 مايكرون مش يعني مش هينفع. فقال لي بنعمله ايه، بنعمله كوندنسد اور كومباكتد، ان احنا بنضغطه عشان يديني الكروموسوم اللي احنا عارفينه في الاخر. الكروموسوم ده اللي هو كان شايل ايه، كان شايل كل الجيناتيك انفورميشن اللي احنا عارفينها. طب الكروموسوم دوت ايه هي الوحده، ايه هي الوحده البنائيه بتاعه الكروموسوم، او ايه هي الماده بتاعه الكروموسوم؟ قال لي الماده بتاعه الكروموسوم دي اسمها الكروماتين. الكروماتين ده اللي هو عباره عن دي ان ايه معاها هيستونز، يبقى هنا هو اصله ايه، دي ان ايه معاها هيستونز. تمام. بيقول لي ان هو بيبدا يحصل له كوندنسيشن حوالي ايه 10000 مره، يبقى هنا تاني الكروماتين دوت بيحصل له كوندنسيشن كام، 10000 مره، يتلف حوالين نفسه 10000 مره عشان يديني في الاخر الكروماتين. وبعدين بيقول لي بقى ان اليونت اليونت اوف الاورجانيزيشن بتاعه الكروماتين هي مين، هي النيوكلوسوم. يبقى هي ايه، هي وحده بناء الكروماتين، النيوكلوسوم. تمام. وعرفنا ان النيوكلوسوم دي عباره عن هيستون ملفوف حواليه بروتين، ملفوف حواليه دي ان ايه. طيب نتكلم بقى على الهيستون. قال لي ان الهيستون دوت عن ايه، هو عباره عن بيزك بروتين موجود فيه، هو عباره عن بيزك بروتين از ريزلت اوف هاي لايسين اند ارجينين. تمام. قال ان الهيستون دوت بيتصنع فين، بيتصنع في السيتوبلازم وبيهاجر للنواه، وممكن ان احنا نعمل له موديفيكيشن موديفايد، يعني نضيف عليه مجموعه اسيتايل او موسايل او فوسفوليشن. عرفنا ان في منه 5 انواع، ادي ال5 انواع ونحفظهم طبعا، اتش 1 اتش 2 اي اتش 2 بي اتش 3 اتش اتش 4. تمام. بعد كده قال ان النيوكلوسوم الواحده، النيوكلوسوم الواحده بتتكون من ايه، بتتكون من هيستون اللي هو البروتين معاها 200 زوج من القواعد النيتروجينيه. تمام. هنا عباره عن هيستون معاه 200 قاعده. طيب ال 200 قاعده دول
هيترتبوا ازاي؟ قال ان النيوكليوسوم بيتكون من حاجتين، الدي ان او كور لو فاكرين في الرسمه، واللينكينج ريجون. الدي ان او كور دوت بيبقى فيه ايه، فيه 140 قاعده، واللينكينج بيبقى فيه كام، بيبقى فيه 60 قاعده. فبيقول لي بقى ان الهيستون بيبقى موجود في النص ويتلف حوالي الدي ان اي ويكون لي الكور بال 140 قاعده، واللي هو اللينكر دوت بياخد حوالي كام، 60 قاعده. ان اللينكينج ريجون اوف النيوكليوسوم كونسيستنج اوف 60 بيز بير اوف الدي ان اي. تمام، بتبقى ماسكه في واحد مول من الهيستون اللي هو مين، اللي هو الاتش 1. طيب بعد كده قال لي ان النيوكليوسوم بقى بتتجمع مع بعضها، نيوكليوسوم ونيوكليوسوم ونيوكليوسوم، نيوكليوسومز بتتجمع لحد ما تكون لي 30 نانو متر فايبر. 30 نانو متر فايبر ديت كانت حصل لها فولد ان هي اتلفت حوالي كام، حوالي 100 مره. طيب دوت يعني 30 نانو متر فايبر دولت برده لازم ان انا اعمل لهم فولد الثاني، هنفضل نعمل لهم فولد لحد ما نوصلهم ل 10000 فولد عشان يدوني في الاخر اللي هو التويستد لوب. التويستد لوب دوت هنمسكه في نقلية بروتين اسمه ايه، اسمه الاسكافولد بروتين. يبقى احنا كوننا التويستد لوب ومسكناه في الاسكافولد بروتين. ايه الاسكافولد بروتين دوت؟ الاسكافولد بروتين ده عباره عن هيستون، عباره عن في كميه كبيره يعني من الهيستون اللي هو الاتش 1، والنون هيستون بروتين اللي هو اسمه التوبو ايزوماريز. يبقى احنا عباره عن حاجتين، الاسكافولد بروتين فيه حاجتين اللي هو الهيستون اتش 1 والتوبو ايزوماريز. تمام، بعد كده التويستد لوب دوت اللي هيحصل لي في ايه، هيحصل له كويل اند سوبر كويل، يعني هيتلف اكتر واكتر عشان يكون لي في الاخر ايه، التو كروماتيدز اللي انا عايزاه، عشان يكون لي في الاخر التو كروماتيدز اللي هيكون لي الكروموسوم. بعد كده بيقول لي ان سو ات از سبيكيوليتد ذات ذا كروماتيدز اوف الميتافيز كروموسوم بيتكون من ايه، بيتكون من هيليكال بيجد 30 نانو متر فايبرز. يعني هو كان اصله 30 نانو متر فايبرز وبعدين احنا وصلنا له اللي هو الكروماتيد ده. بعد كده قال لي ان الخلايا بتاعه الانسان هيومن سيلز ما عدا الجيرم سيلز اللي هي الخلايا الجنسيه بتبقى فيها نسختين من الكروموسوم، واحده من الام وواحده من الاب. طيب الماتيرنال اند الباترنال كروموسومز بيبقوا هم بيبقوا ايه، بيبقوا هومولوجس كروموسوم، يعني بتبقى متجانسه كروموسومات زي بعضها ما عدا الكروموسومات الجنسيه اللي هو بتبقى الواي للميل والاكس للايه للفيميل. تمام، اخر حاجه بيقول لي ان اي خليه طبيعيه الهيومن نورمال سوماتيك سيل بيبقى فيها 46 كروموسوم، 22 ماتشز بير، طبعا بير يعني ازواج، فيعني 44 كروموسوم بيبقوا زي بعض اللي هي الجسديه، واكس او واي اللي هي بتبقى السكس كروموسوم. وبيقول لي ان كل نوع من الكروموسومات بيبقى شايل خواص من الجينات المعينه اللي هتطلع الصفات الوراثيه. بس كده يعتبر خلصنا، بالتوفيق ان شاء الله.